السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. المهم انا الصراحه ما سخيتش، هذا المكان باهر، كنقول دنيا واش نصور واش ما نصورش، دنيا واش نصور واش ما نصورش. والصراحه واحد المتتبعه مسكينه من برا، متبعاني من برا، ما بحال هكا كتهضرات معايا تقول لي ما تقول، قلت لها هذا فين الفيديو، قلت لها ما غندير حتى شي حاجه. الصراحه انتم اللي كتزعموني، راه والله الا بفضلكم انتم بفضل الله كنزعم، قدر نكون كنفقد الامل، صافي كنعيا كنقول لي بابا. قالت لي شوف نوضي دابا داير لي شي فيديو، بغينا قالك حنا كنبغينا نعاونوك. كنا قالت لي دنيا راه ماشي حنا كنبغيوك تورينا شنو عندك ولا تباهي علينا ولا لا، حيت انت عندك الله، قالت لك واحد الانسان اللي بسيطه. قالت لي حنا بغينا نعاونوك، قالت لك حنا كنتفرجوا فيك باش نعاونوك، لانك باقي ما عندكش، عندك الله. هادشي اللي قالت لي مسكينه. صراحة ملي كنقرا بحال هاد الشيء أولا هاد الفيديوهات كنسمعهم كنفرح، وأنا نقول درت المهم عمرت بريد ديال أتاي، وأنا نقول إن شاء الله غادي نبقى نهضر معاكم قدام أتاي شوية ونكب واحد الكويزات إن شاء الله. إيوا البنات نهضر معاكم شوية، إيوا هذا مكان نهضر معاكم شوية إن شاء الله ونقول لكم غتوحشكم. دابا يسمع توحشكم يقول 50 عام ما بقيت درت شي فيديو. المهم البنات اليوم الصراحة ما درت شي حاجة، راكم شايفين ما بقى عندي الروينة، طلمت بصبرين كلشي، غير ما زعمت اني ما زعمش نفرشهم دابا، راكم عارفين حتى تتقلب الدنيا ثاني شاد بقى تصاب ولا شي حاجة. قلت صبرة الدنيا حتى الغدا ديال الخميس، علاش الدنيا تشمشات والدنيا بقات كما هي، راهي ان شاء الله غنخرج هاد البيت كامل وغادي نخمم هاد الشيء وندير ان شاء الله ونفرش طلامط ونقاد داكشي نرجع داكشي فيه يشعل. راكم عارفيني، راكم عارفيني حاد قبل ما نشكر، قالك شكون شكر العروسه الله وخالتها. المهم انا راه الصراحه راه غير كنضحك معاكم وصافي. البنات اللي قالوا لي دنيا صدعوا لنا الفراخ ان شاء الله دابا يحيد، البنات بس صبروا دابا يحيد ان شاء الله ما غيبقاوش، اصلا الفراخ راه كيموتوا كيموتوا البنات في الاخر، يلاه ما تولى البارح جوج. المهم ان شاء الله قلت لكم ما بغيتش نطول هذا الفيديو، غير قلت ان شاء الله نطلق فيديو بحال هكا وكنحشكم. راكم عزاز وغاليين عندي، وشكرا بزاف اللي كتشجعوني بصبركم نتوما. كنوض نصور، كنقرا التعاليق ديالكم، كنقرا الميساجات ديالكم في الواتساب في فيسبوك في انستغرام. الصراحه الله يخليكم ليا، الرجال ولا عيالات حيت كيتبعوني جميع الفئات، كنقول لكم الله يخليكم ليا، الله يحفظكم ليا يا ربي، والله يحفظكم ليا. واخا نبقى نقول لكم الله يحفظكم ليا ما غاديش نمل، نبقى نقولها لانكم عزاز، لانكم واقفين في جنبي، لقيتكم في جنبي واقفين حدايا، لقيتكم زعما بقيت ما بلاش نهضر ماما، لقيتكم واقفين معايا في وقت الحزه، كلكم وقفتوا معايا في اللحظه اللي بكيت بكيتوا معايا، فرحت انا. دخلوا اسراء كنهضر، اسراء دخلوا. المهم قلت لكم البنات فوق الحزه كنلقاكم حدايا، ملي كنبكي كتبكيو معايا، كنتقلق كتقلقوا معايا، ما كتبغونيش نتقلق. المغربيات اولا الجزائريات جميع الدول، المهم غاديش ندير الفرزيات كلكم، الله يخليكم ليا، الله يحفظكم ليا. المهم هذا ما كان اخوتي، ما بغيتش نطول هذا الفيديو، غير جيت باش نطلع لكم وغادي نمشي. المهم ما تنساوش ليا اخوتي لي لايك، وغنخلي لكم ان شاء الله واحد القناه ثاني في دعم القنوات في سبيل الله، واخا انا باقي ما واصلاش، راه انا حتى انا ربي اللي عاون بيا، راه غير كنبغي زعما نعاون واحد كيقصدني، علاش انا نقول ليه لا، قصدني ونقصد الله. المهم غنخلي لكم ان شاء الله واحد القناه ديال واحد البنت مسكينه، دعموها تفرجوا في فيديوها وديروها لي لايك، والمهم هي بارطاجيوها ان شاء الله، وما تنساوش ليا اختكم دنيا من البارطاج واللايك للفيديو. وبسلام عليكم اخوتي، ان شاء الله تنشوف فيديو جاي ان شاء الله. المهم البنات كما بغيت نقول لكم سمحوا لي، راه كيتقطع لي الفيديو ما عرفتش شنو هو السبب. المهم كي قلت لكم البنات راه غير بغيت نوصل، ماشي لكم انتوا، بغيت نوصل لواحد البنت واحد الميساج، راه واحد القضيه نقول لكم، راه اللي دابا انا كنت كنقول لكم غندير دعم القنوات في سبيل الله، شحال وحده قالت لي دنيا هادشي راه فيه غير المشاكل، انا ما تيقتش. دابا هانتي دابا نتوما كتشوفوا ديك 2000 مشاهده كتضرب في 24 ساعه اولا 48 ساعه، لا بقى الفيديو لا بقيت كنبارطاجيه ونبارطاجيه ونبارطاجيه، راه كيتضرب ديك 2000 مشاهده. قالت لهم وحده طويلي دنيا كتضحك عليكم وانتوما كتشوفوا فيها، واش نتوما كتصحابكم القنوات اللي بحال دنيا هما اللي طايحين، راه هادوك راه وصلوا. واش اختي القنوات اللي كيضربوا 2000 مشاهده اش كتحب كيشدوا الملايير؟ والله العظيم كنقولك استوديو اليوتيوب ديالي تموتي غير في الضحك، تقولي هاد العذاب اللي كتبقاي تصوري وهاد العذاب ونوضي وصوري وهضري وهادي، وكيجيب لك هاد درهم ولا جوج درهم. اش غنقول لكم، كل واحد اللي يخلصوا على قد نيته. غنقول لكم واحد القضيه،
راه اللي كتكون عندها 10,000 مشاهدة أو لا 20,000 مشاهدة أو لا 21,000 مشاهدة أو لا 36,000 مشاهدة في النهار ولا في هذا، ما تجوش لكم إلا ما كانش حتى شي حاجة، هذيك غادي نقول لكم كذابة. راه نقول لكم اللي كاين المشاهدة ملي كتكون ضاربة غير 2000 3000 4000، هذيك راه ما كانتش حتى شي حاجة، هذيك راه في الشهر الله كاع بقات خدامة على راسها، راه شدك ديك 40,000 ريال 45,000 ريال، هذه غير داك اللي طايح على المشاهده. اما اللي كيكون طايح على المشاهده راه كيشدو، راه كيشدو الزوين، كيشدو واحد يقول تبارك الله. غير هي انت شي ما سوقي شي وقاش ندخل، غير انا باش بغيت نشرح وحده قالت لي في واحد التعليق، صراحه انتم راه بدوش عليها، راكم معاكم في الدم الله يخليكم لي يا ربي، ما تدوش على ربنا اللي مورايا، راه غادي ان شاء الله يعجبكم الحال، غتشوفوا كيفاش غادي هذا الشيء. راه قلت لكم عشت صافي شطبت وجمعت الروينه، صبنت الماط، صبنت داك الشيء، وانا نقول دنيا حبيبتي ما تفرش حتى شي حاجه، حتى يحل الله من تحيد الشر داك الشيء، وتما راه غادي نفرج. المهم بس بغيت الفيديو يجي قصير، داك الشيء علاش كملت معاكم هذا الموضوع. الفيديو جا داير جا الفيديو قصير، فيه 9 دقائق ما كانش غنلف بعدا، فيه غادي 8 دقائق ولا فيه ان شاء الله، باش الفيديو اللي يجي زوين وتفرجوا لي فيه البنات كاملين. المهم البنات نقول لكم ان شاء الله غنحطكم في القناه، كل مره غنحط وحده، راه والله ما كنكذب عليكم، كل مره ان شاء الله نحط وحده في القناه حتى ان شاء الله نطلعوا كاملين، لا بغى لينا الله، حيت الله اللي كيطلع ولا اللي كينزل، لا بغى لينا الله ان شاء الله غادي نطلعوا كاملين، وغادي نشد فيديو الاتفاق ان شاء الله غادي نطلعوا. وهذا ما كان، انا بقيت كندوي معاكم واتاي ديالي برد، بقيت نتحسس، حنا العيالات بكل نبقاو نتحتو ونساو اتاي. المهم بغيت نقول لكم البنات صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم. الصراحه شكرا على داك اختي بزاف اللي شجعتيني، كنت باغا ندير فيديو، كنت كنخمم شنو غندير في هذا الفيديو، هي تقول لي يا مسطيه يا مسطيه، قلت لها مالكي، قالت لي واش غتخمي غير شنو باغا تصوري لنا، قالت لك غادي نصوري لنا فيديو انت اشنو بغيتي ديري فيه، صوري هنا وحطي هنا، قالت لك راه حيت خاص تلوحي كل نهار فيديو، كل نهار فيديو باش الا كانت شي حاجه تسرح، زعما شي الخلطه داك الشيء تكون تجيك زوينه. وحنا كنتحاربوا البنات ان شاء الله اليوم نصوركم هذا الفيديو، غدا ان شاء الله نخمم شنو ندير ليكم. وانتم دعموني بلي لايك والكومونتير وبارطاجيو خصكم دوني القناه، الله يجزيكم لكم بالخير، والله يديرها في ميزان حسناتكم ان شاء الله، اي حاجه كديروها معايا راكم كديروها لوجه الله، راه ما كنعطيكم حتى شي حاجه، راه نتوما كديروا هادشي في وجه الله، الله يحميكم الوالدين، الله يجزيكم بالخير، والعيا ما نشكركم فيكم، واخا العيا ما نشكر فيكم. واحد البنت قالت لي كتعاودي هضره بزاف، راه شنو اختي راه كن راه كنشكركم، كثرت ما كنبقى نشكر فيكم كنعاود نفس الهضره، حيت كنبقى نشكر فيكم، وهذا الشيء شي حاجه اللي هي مزيانه ماشي خايبه. صافي هذا ما كان، هو نقول لكم هنا ان شاء الله نهايه ديال الفيديو، والسلام عليكم.